إذن للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من جنيف فاضل بريكا، ناشط الحقوقي والمعتقل السابق لدى جبهة البوليساريو. أستاذ فاضل بريكا، أهلا بك. أهلا بك، مساء الخير، شكرا أخي الفاضل. شكرا لك للانضمام إلينا، شكرا لك. ما هو سياق مشاركتكم في هذه الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بداية؟ في البداية شكرا لكم على الاستضافة. مشاركتنا في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف كمدافعين عن حقوق الإنسان، عانينا من ويلات التعذيب والاختطاف والاعتقال داخل مراكز الاعتقال السرية التي تديرها ميليشيات البوليساريو. لا لشيء سوى أننا حاولنا التعريف بالوضعية الخطيرة التي تعيشها ساكنة المخيمات جنوب غرب تندوف. خلال هذه الدورة نعمل كذلك على إثارة انتباه المجتمع الدولي للجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تقترفها قيادة البوليساريو في حق هذه الساكنة فوق التراب الجزائري، وسنناشد المنتظم الدولي من أجل الضغط على الجزائر لاحترام تعهداتها والتزاماتها الدولية وبنود القانون الدولي الإنساني الذي يحملها المسؤولية الكاملة عن ما يقع فوق أراضيها. وكذلك لنا مشاركات، لدينا مشاركات أو مواعيد مع الآليات الأممية المختصة في هذا الموضوع لتوضيح لها معاناة إخواننا اللاجئين في فوق التراب الجزائري، ولنا لقاءات كذلك أو مواعيد لقاءات مع منظمات غير حكومية ومع بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة بمجلس حقوق الإنسان. طيب أستاذ فاضل بريكا، أنت من ضحايا جبهة البوليساريو، كنت معتقلا وكانت لك معاناة وشهادات أيضا فيما يتصل بتجربتك. حدثنا عن أهم المحاور التي تضمنتها مداخلتك أمام دورة مجلس حقوق الإنسان هذا العام. أهم المحاور التي تكلمت عنها أو تضمنتها مداخلتي أمام دورة حقوق الإنسان لهذه السنة هي الوضعية المزرية التي تعيشها ساكنة هذه المخيمات، وسيطرة الجيش الجزائري على هذه المخيمات، على كل شاردة وواردة في هذه المخيمات، وجرائمه التي يرتكبها في حق ساكنة هذه المخيمات بدون حسيب ولا رقيب. على سبيل المثال قتل الشابان في حفرة التنقيب حرقا، وهذا وكذلك قتل 3 صحراويين آخرين رميا بالرصاص، وهذا ما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني. وكذلك محاولة إيصال رسالة ساكنة المخيمات من معاناتهم حتى من اختطاف وتهريب المساعدات الإنسانية التي تقوم بها قيادة البوليساريو. طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ فاضل بريكا، الناشط الحقوقي والمعتقل السابق لدى البوليساريو، حدثنا من جنيف.